طب احنا رمينا الشبكه دلوقتي خلاص، المفروض بقى تلموها امتى؟ دلوقتي هلا يعني قيمه ربع ساعه كده. طب ايه اصناف السمك اللي عاده موجوده حواليك؟ اللي موجوده البحريه دوت بقى الانومه، سمكه اسمها النومه. النومه بياض اللي هي الطويله الانومه دي. ايوه اسمع، والبياض اللي هو قشر بياض ولا غير البياض؟ البياض نوعين، في بياض وفي قشر بياض. والقرموط والبلطي. طب اسمع ان الحنشان بقت غاليه قوي. مش موجوده. ليه راحت؟ يعني احنا طول الشتاء بيجيش الا في الشتاء، بنجيبش الا اتنين ثلاثه بالعافيه. انا السنه جيبهم ثلاثه بالعافيه. وليه؟ ايه السبب ان ما بقوش موجودين؟ عملوا لهم حاجه كده بقتش تيجي من الناحيه الثانيه. من البحر بقى. لان هو بيروح يولد في الماء المالح. بيبيت في المالح ويجي يعيش في الحلو. كان بيجينا بقى مش عارف عملوا له ايه في السكه كده، سدود ولا ايه؟ سدود يصطادوه بيها. وده اللي غلاه جدا. وغلاه، ما هو غالي قوي. كيلو وصل 170 جنيه بعنا السنه. طب استنى، سمعت ان بقى في حاجه اسمها استاكوزا نيلي. وسمعت ان الصيادين الاول كانوا بيكرهوها، بيقرفوا منها. وما زال فاني منها لما عملوا له اختراع. اي بقى؟ اختراع بقى جوبيا. واخد بالك زي فخ. بقوا يصطادوها ويحطوا لها بطاطس وعيش. ايوه الجوبيا اللي هي صندوق بلاستيك كده يسقطوه يصطادوها بيه. الراجل اللي بيصطاد جنبنا ده ممكن شبكه يخش في شبكتنا؟ لا لا. ونتخانق بقى على السمك ده سمكك ولا سمك؟ لا دور واحنا دور. هو شغال بنظام واحنا شغالين بنظام تاني. يعني اذا في نظام غير ما يعني نظام عرف متفق عليه. قواعد. كل مهنه حضرتك ليها اساس، ليها قواعد. كل نظام في الشباك عندنا ليها قاعده، ليها اصول، ليها مواعيد في الشغل. طب هو مثلا الصياد ده مثلا صغير في السن، لما يشوف مثلا عم جمال هو اللي ماسك رئيس المركب، ليه احترامه مثلا يسيبه هو يفرش الاول؟ لا من جهه الاخلاق والاحترام فيها. هوب بس كويس. شكرا يا خالد.